الشيخ سبيلي طلب وانا دائما اواجه مشكله مع هذا الرجل. الله ما انزل الا خلص وباقي المكروفون بيدي ويحب. طيب تفضل ثلاث دقائق. بالقرب هذا المنتدى الذي كلف بمهمتين خلال السنوات الماضية. المهمة الأولى اللي هي تخصصه الأساس وهو المنتديات وما لها من مناشط، فقد حقق نجاحا باهرا في هذا المجال، وأصبحنا نتجاوز أن نسمح منكم تقارير لأننا قد عرفنا كفاءتكم وأوليناكم الثقة في البداية، وأنتم في ما أوليناكم إياه أثبتتم كفاءتكم، فلسنا في حاجة الحقيقة إلى إضاعة وقت في شيء يأتي جديد. أما المنتديات فقد حققت بشهادة الجميع مثل ما قال مع الشيخ عبد الله أنه حتى يعني لحظ هذا في أبناء قبائل أخرى شهدوا، وذلك أمر ملموس. المهمة الثانية وهي طبعا المنتديات على مستوى بلقب كقبيلة، لكن المنتدى أيضا حقق نجاح آخر في مهمة كلف بها على مستوى المحافظة في الحجاز. طبعا المنتديات تعم بالقرب من الحجاز وتهامة، أيضا كلف بمهمة وكان الوضع سيئا للغاية وخلقوه من جديد، ويعني كانت ردود الفعل مميزة في هذا الجانب وانتهينا. الأمر الذي أريد أن ألمح له هو أنه حقيقة لم يجتمع في مثل أعضاء المنتدى ممكن أن نستفيد منهم في أمور أخرى مضافة لما كنّوا به. فلماذا لا نفكر في هذا؟ لأنهم يمثلون جميعا وأيضا مدعومين منا جميعا، وممكن أيضا أن نشاركهم أو نعد أوراق عمل وهم جاهزون مثل ما سمعنا وما رأينا. فعندما نلتقي في لقاء كهذا ويأتي الكثير من الأعيان والمشايخ من خارج الرياض ويعني يتحملوا مشاق السفر، نريد أن نستثمر ذلك ونخرج برؤية معينة في ذلك اللقاء، في هذا اللقاء مثلا الذي نلتقي فيه سنويا أو نصف سنوي، ويعني نأخذ من الأفكار من مصادرها التي يطرحون فكرة معينة أو ما هو الذي يجب علينا أن نفعله كموضوع عنصر معين، ثم نبدأ في رسم استراتيجية معينة، ثم نبدأ في التنفيذ وخطوات الدعم موجود والكفاءات التي تأتي بتلك الأفكار موجودة والكفاءات التي تأتي بتنفيذها أيضا موجودة. فلماذا لا نستثمر مثل هذا؟ نأتي الآن ومن المغرب إلى الآن ونحن في أمور مكررة، عملية أخوان الشكر لفلان والشكر لفلان والتكريم لفلان ترى ما تهم إلى تلك الدرجة. أيضا نأتي وقدامنا ورقة عمل معينة نناقشها، ما نقعد نكرر ونخلص منها بنتيجة معينة. موضوع اليوم أصبح كشكول منوع، ما الذي أتينا اجتمعنا له؟ اجتمعنا يعني أخذ تقرير هذا الزبدة، التقرير فيما يتعلق بالمنتديات والتقرير فيما يتعلق بالجنادرية. نحاول أن نخلص مثل ما قال أبو ويس إلى شيء جديد نعمله في القبيلة للوطن، نحن جزء من وطن ولا بد أن نعمل شيء. موضوع يا أخوان عملية متابعة الخدمات، أنا أختلف معكم تماما في هذا الجانب، وأختلف في جية الوفد وفي روحة الوفد إلى الوزراء إلى آخره. أنا إذا في وفد يروح لمنطقة عسير، يروح لمجلس المنطقة، ويروح له متى؟ يروح له في وقت الميزانية، في وقت بحث الأولويات. كل مشروع يا أخوان، كل الخدمات اللي أنتوا رحتوا لها الآن الوزارة ما عندها شيء. الأمر كله كان سابقا يروح وفود يناقشون يتابعون خدمات يأتون بنتيجة، لكن الآن بعد ما أتت مجالس المنطقة لم يعد هناك مجال لمثل هذه الوفود إطلاقا.
أنا أقول والله ما أريد أن أسمع أنكم رحتم بهذا الإجابة، تابعون عند الوزير يرجعكم عند المجلس المنطقة، والمجلس المنطقة يرجع المجلس المحلي. كل سنة من السنوات المشروع، ما هو المشروع الذي تريدون أن يكون هذا العقد؟ اللي أخر خط الريشة سبت العلاية مجلس المنطقة وليس الوزارة، اللي أخره ولم يضع في أولوية مجلس المنطقة، لا بد أن يكون حوله شيء ويناقش في وقته وحطوه. ورونا ويش اللي حطيته في المرحلة الأولى، لماذا لا يكون هذا الطريق؟ ناقشهم هناك، والأمير هو الذي يناقش في هذا الجانب، أما الوزارات ما لها علاقة يا أخوان في هذا الجانب. لم يعد هناك مجال لتشكيل الناس يتابعون قضايا وكذا، خلاص أصبحت الأمور في نفس المنطقة، يشكلون من خالف، لكن راجعه أمير المنطقة هو المجلس المنطقة والمجلس المحلي، وليست في الرياض. اللي أخلص له في الحقيقة من هذا الجانب أنه نتمنى في الحقيقة أنه نستثمر أعضاء المنتدى والدعم الذي موجود والأفكار من الإخوان اللي موجودين، الدكاترة أبو يوسف الإخوان تحركوا شوي، شوفنا لجان الأهالي، لجان التنمية الاجتماعية، هذه ممكن نسهم فيها، نشارك الجهات الحكومية بشيء معين يعود رأيهم للمجتمع للوطن اللي احنا فيه. أيضا أعمالكم هذه ونجتمع أخوان سنويا ونأتي نأتي بأفكار ونأتي بنصائح، ننصح بعضنا قد حنشيبان كلنا. المفروض مثل ما قال أبو ويس هذه اللقاءات لابد أن تكون في مسقط الرأس ويحضرها الشباب، يحضرها الشباب عشان يعرفوا إيش قاعدين نسوي وما هو الذي ننصح به، ويتأثرون اللحمة الوطنية، قاعدين تنصحونا من المغرب اللحمة الوطنية كلنا شيبان وموظفين، لكن ممكن مثل هذه اللقاءات تقولونها وتحرصون عليها، ولكن في مسقط الرأس ويحضرها شبابكم اللي موجودين هناك في الثانويات وفي المتوسطات وفي المتوسطة وفي الابتدائي، على أساس أنهم يأخذوا منكم هذه الخصال الحميدة ويتوارثوا قضايا غزت وفي عمالة غزت وفي أشياء لابد أن تبصروها. أما حنا هنا كم معنا من الشباب؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ما يصلح هذه الأشياء تكريم اللي موجود، ما يخالف اعملوا تكريم، لكن اعملوا في مسقط الرأس ويحضروا الكبير والصغير ويكون يتخللوا وتحطون منه رسائل بداخل التكريم، هذا رسائل، وبعدين إذا تعملوا لنا حفل فيها يعني اجتماع مثل هذا، كلام مكرر من البداية من المغرب الحين وشكرا وعفوا ونكرم وكذا، أعطونا جدول أعمال، أعطونا حاجة معينة ناقشها ونصنعها نتيجة وننتقل. الآن قلت لكم المنتدى أصبح أثبت نجاحه، كفاءات مميزة، مدعومين ما شاء الله من الإخوان رجال أعمال ومن المشايخ، نبغى بس دعمهم بأفكار من الذي يجب أن يكون، ثم نعمل أيضا هذه اللقاءات في مسقط الرأس في أوقات معينة يحضرها شبابنا والكبير والصغير، ونتواصل على الحق على إن شاء الله ما يعود لمجتمعنا بالخير، ثم لقاءات ما أحد يرضى أن يتأخر لهذا، لكن من اللي أخر؟ نفس المجلس كل سنة يأتوننا في المحافظات ما هي المشاريع، يعطونا 70 مشروع لمحافظة، أعطونا 10 الأوائل من هذه المشاريع، رقم 1، رقم 2، رقم 3، هذولاك اللي هم يحطونا في رقم متأخر يجي يجي الوزارة وينفذوا، قالت الوزارة ما حد قال لنا، المجلس المنطقة ما أعطاكم أولوية، فهذه هي الطريقة اللي ممكن ندخل من خلالها ونصل إلى مثل هذه وتحقيق مثل هذه الأشياء، وشكرا لهذا الحماس وهذا التضافر والجهود، ونسأل الله أن يتممها بخير.